السلام عليكم شباب، ان شاء الله اليوم راح نسوي ورك اوت تشست وباي، و اول فيديو ان شاء الله الله يسخر الامور واي نشوفكم بالورك اوت ان شاء الله. نفس ما توه شفتو أحب أسوي آخر ست من الباي تراي والليجز مرات كلة الفيلير، بس آخر ستات عشان شي أحس إني سويت شي accomplishment، بس حق chest ما ودي سويت الفيلير. سوي منشن سريع ان تو لما كنت اسوي فليكس اللايتنج دائما يلعب كي رول شلون العضله اللي يبين ومو بس العضل حتى الفينز يلعب هم كي رول بشلون الفينز يبين الكاميرا، يعني ايذر اون كاميرا او اوف كاميرا. ان شاء الله هذا مثل الورك اوت السريع صاير لي يمكن شهر ونص قاطع، هذا أول تمرين ردينا على الخفيف، إن شاء الله باكر والأيام اللي بعدها نشد الحيل بزيادة ومع السلامة.